الأمومة، العلاقة الإنسانية الأقدس، الأعمق والأقوى، محبة لا حدود لها، تبدأ ما قبل الولادة ولا تنتهي، مرها حلو، والضعف فيها بوابة للارتقاء والقوة. الأم شيء عظيم، وإنك تكوني أم كمان هذا شيء حلو كتير بالدنيا. أنا بحب حالي إني أم. شعور لما بس محبة الأم لا لا لابنها، عندها رسالة بدها فيها، ابنها بدها تربيه، بدها تكافح من شانه. بيشوفوا القلب قبل ما تشوفوا العين. وقت بيجي أول ولد بتحسي حالك ملكت الدنيا. ولما بتكون الوحدة عندها ولد طفل بتحس بالحنية، بتحس بالخوف عليه من أي شيء، يعني كتير بتداري، كتير بتهتم فيه. ما بين الأحلام الوردية ومسؤولية الرسالة قرار بالتخلي عن الذات المعهودة وأحلام المستقبل، وقيادة خطى الأبناء في محطات تتتالى ولا تنتهي، كالغد الذي لا يأتي أبداً. سيد الحبايب يا طنا يا إنسا، كل أمالي ومنايا إنسا، سيد الحبايب يا طنا يا إنسا، كل أمالي ومنايا إنسا. هلا هو دائماً الأم أو الزوجة وقت اللي بتاخد قرار إنه هي بدها تصير أم، تفتكرها شغلة طبيعية عادية. حسان طفل داون، طفل متلازمة داون، يعني ثلاثي الصبغي 21. اللحظات الصعبة اللي مرقت فيها وجوده لحسان، يمكن لحظة اللي عرفت إني ابني بيختلف عن أخواته. هذه كانت ما إنه لحظة صعبة، هي صدمة وما بتعرفي تتعاملي معه ولا بتعرفي كيف بدك تشتغلي معه، بتقفي عاجزة. فاضطريت إني أنا أكرس وقتي، أعطي وقتي أكثر لابني. اضطريت سافر لفرنسا، اضطريت سافر للأردن، لمصر، سافرت لكذا منطقة لحتى أعرف أنا كيف لازم أتعامل مع هيك طفل. صرت لشو أتعلم هنيك أشتغل مع ابني، يعني لحتى وصلته أني أنا قدرت أدمجه بقلب مدرسة. بس ما فيني أحكي أنه أنا لبشت حسان أني أنا كنت مرتاحة ولا أنه كنت إنسانة طبيعية ولا عايشة حياة طبيعية. نحن تعذبت كتير. بداية زواجي أنا يعني ما كنت، أنا أول شيء كانت الدنيا ما بتفرق معي، لا إذا ما فرق معي، يعني أنا عايشة هيك. بعد ما صرت أم صرت بدي أمن شيء أولادي، بلشت بمشروعي أنا بتجهيز المونة. طبعاً ما أشتغل لأبني، لو ما كنت أم لا أكيد ما أشتغل هيك مثل ما أشتغل هلا. أنا لا ما أشتغل أستاذ، اليوم فايقة من الساعة 4 يعني، ومشتغل كل شوية على المحل، ونتيجة عملي الحمد لله رب العالمين هاي شوفت عليك. يعني أنا أموري صارت منيحة كتير الحمد لله رب العالمين، ولازم كل أم تشتغل، ما لازم ما حد يقعد بلا شغل. فاجأت بلحظة ما إنه الطفل الثاني اللي إجاني كان عنده مشكلة ضمور عصب بصري، ومن هون بلشت معي المشكلة بحياتي. حسيت حالي إني أنا فقدت كل الأمل إني أقدر تابع حياتي مع الأولاد، إني أنا كيف بدي أقدر تابع الحياة وعندي هيك طفل ما رح أقدر لا يشوف ولا يقدر يتعلم ولا يقدر يعمل شيء. بس رجعت لوعي وإدراكي وفكرت إني أنا لازم أكون أم قوية وتابع حياته تابع حياتي معه بأحسن طريقة. أنا مدرسة، كنت روح على المدرسة كل يوم، كان بده يغار مثل أخوه، ماما أنا بدي روح على المدرسة، يلا لبسته وأخذه معي كل يوم وحطه بالصف، وكان فعلا من أذكى الأطفال. المعلمات يقولوا لي فعلا هيك طفل بدي يطلع نابغة عن جد. وهون بلشت بقى أنا أهتم فيه بالعلم، أقرأ له أشعار، بدي أحسسه بالحياة. يسألني ماما شو يعني بطة، شو يعني أرنب، شو يعني عصفور، شو يعني نهر، شو يعني بحر. بلشت هون أنا
بدي حسسه بالواقع لأني طفل ما بيشوف. من هون بلشت أنا بقى أخده وجيبه وفرجي العالم وحسسه بالأشياء بوجودها بين إيدي. هذا الطفل اللي عم بحكي عنه اللي هو جابي صهيوني، أحلى شاب العالم. صار موسيقي، بيدرب، بيلحن، بيعمل حفلات، عنده أصحاب كتير، عنده محبين كتير. صار هو أهم أساس بعمود البيت. طبعاً ما فيني أنكر وجود أخو التاني اللي ساعدني كمان كتير كتير بحياتي، إنه يطلع أخو شاطر. عندما تشتد العواصف تواجه الأم التحدي وترتقي الروابط الأسرية لتتجاوز حدود المجتمع وتسيج الوطن بدرع المحبة الذي يتفوق على السلاح. أنا اشتغلت مع الجرحى، بلشنا بالمشايف العسكرية، كنت زورهم للجرحى اللي متسوين، هني ما عندهم أمهات قريبة منهم، كنت كل يوم زورهم انتظر الكلمة اللي إنه اليوم جاي ماما لعنا، نقدم لهم، نساعدهم، نطبخ لهم. عشت معهم هي الماما الحقيقية، وفعلا كنت أعطيها من قلبي لأني أنا حابة هذا الشغل، حابة يكون أم لكل حدا. بعيد الأم أنا بشكل عام بحب أطلع على الجبهات زور أولادي فوق، لأنه هني بيكونوا ما قدرانين ينزلوا عند أمهاتهم، فأنا بزورهم أنه أنا ماما الجاي لعندكم، أنا جاي عيدكم. وبرجع بقلك كتير حبيت حالي أنا ماما لهالعالم، ماما لكل جريح، ماما لكل ولد ما عنده أم. بحب حالي هيام اللي قدرت تعطي من قلبها وتقدم شيء من جسمها للجبهات مع أولادي. وبالرغم من إصابتي اللي تعرضت لها من 6 سنين بإحدى الجبهات بريف اللاذقية، أنا وعم أقدم وجبة إفطار لأولادي بالجبهات انبترت رجلي، طبعا شرف لي هيدي الاصابه. انا في شغلتين بحبهم بحياتي كسبتهم، اني بيقولوا لي انت ام الجرحى وانت البطله والشهيده الحيه. انا كأم ما فيني اكون عاجزه وقف مستقبل الطفل. انا ما بدي رد على شخص يقول لي انه احطيه بالبيت. بلشت تجيني اتصالات انه مدام انت حسان متطور معك، ممكن تساعدينا بابننا؟ بقول انا بساعدك، دائما كنت قلها للام ايه انا بساعدك، بس انا ما بشتغل لوحدي، بدك تكوني معي لحتى انا بعلمك وبدربك وانت تشتغلي بالبيت. ففكرت اني ليش ما عم نعمل مكان واحد واجمع فيهم هدول الاطفال ويصير ونخصص لهم وقت، نخصص لهم وقت محدد لإلهم، بساعد الأهالي وبساعد الأم. ومن هون بلشت فكرة إني أنا أسس جمعية وسميتها جمعية بشاعر النور. الأم السورية بنت الأرض الأقدس، رسالتها ترتبط بجذور حضارة هذه الأرض، وعندما تجتاز محطة ترنو بعينيها للمحطة التالية. كنت أم صغيرة بس كنت قوية، شخصيتي قوية، وقدرت إنه أتحدى كل شيء. وأنا قررت أوهب حياتي لأولادي، لأنه هيك هي الأم، إنك تكون كل حياتها لأولادها. وبعد ما كبروا الحمد لله رب العالمين وتخرجوا وتزوجوا، هون بقى أجا دوري.
قررت التفت لحياتي وحلمي المؤجل. كان حلم حياتي إنه أدخل الأدب العربي. الحمد لله رب العالمين هيدا الحلم تحقق بكرم من رب العالمين واجتهاد مني طبعاً. قدمت تاسع من ثم بكالوريا، ونشكر رب العالمين إنه طلع لي الفرع اللي بدي إياه هو الأدب العربي. وكان حلمي عندي هالحلم يراودني كل عمري إنه أدخل الجامعة وفرع أدب العربي حصراً. هلا أكيد وجودي هلا بالجامعة بالمركز ولا مع الأهالي ولا مع الأطفال ما نسيتني الأمومة أبداً أبداً، وما نسيت حالي، ما نسيت حالي أنا في إلي شخصيتي غير دوري كأم أو غير دوري كمان كزوجة. أنا ما نسيت نفسي، أنا قدرت أدخل مجتمع وقدرت أعمل شيء من ولا شيء. بصيرة الأم أنارت درب أبنائها، ورغم ظلمة حياتها استمدت من نور المحبة قبساً لترسو بأبنائها على بر الأمان. تعي روحي هاتي بوسة، بوسيني يا حياتي يا حياتي. هلأ أنا وضعي كوني كفيفة، إنساني كفيفة من وقت اللي خلقت هيك، بس كنت صغيرة. بس طبعاً والدتي الله يرحمها لما نوعيت وكبرت فوتتني على المدارس وساعدتني وعلمتني وخلتني إني أتعود أتحمل المسؤولية، كان لها فضل كتير كبير علي. بس المسؤولية الأكبر والأهم والحمد لله أهم شيء إنه أنا نفسياً تقبلت الموضوع، يعني ما إنه مثلاً كان عندي حساسية من هذا الموضوع. لما تزوجت أهم شيء لما تزوجت زادت المسؤولية وكبرت المسؤولية، وخصوصا بعد ما صار عندي طفلة صارت المسؤولية أكبر وأكبر. والحمد لله فضل رب العالمين قدرت أتحمل هاي المسؤولية وقدرت أوصل لهالطريق هذا هاللي نحن ماشيين فيه، وإن شاء الله يا رب نقدر نوصلها لأعلى المراتب بالجامعة إن شاء الله بإذن الله. بحب أني وجه نصيحة لكل المعاقين سواء كانوا مكفوفين ولا كانوا غير هيك، في عندهم يأس بالحياة من وراء وضعهم اللي هن عايشين فيه، إنه يكونوا أكبر من الوضع اللي هن فيه، يعني يكون عندهم أمل بهالدنيا، وإنه إن شاء الله بإذن الله لما بيصير عندهم أولاد وبيحسوا بالأمومة يعني بيحسوا بشعور رائع رائع جداً، بيعوضهم كل الظروف اللي مرقوا فيها وبيخليهم اليأس اللي كانوا عايشين فيه يطلعوا منه لأمل، أمل كبير بهالدنيا. أجمل الأمهات التي انتظرت ابنها، أجمل الأمهات التي انتظرته وعاد مستشهداً فبكت دمعتين ووردة ولم تنزوي في ثياب الحداد. أول ما حملته لجعفر يعني عين فيه ماني مصدقة حالي، جعفر كان مميز بكل شيء، ليك محبتي له يعني طريقة تعاملي معه يعني حسه عين هيك فيه، خاف إنه بيوم من الأيام يطلع ما بقى يرجع. كيف كان إحساسي هالحكي قبل ما يستشهد لما كان طفل، يعني ما بعرف إنه بده يصير حرب، أنا ماني مصدقة إيه ما تشوفه، عرفتي كيف؟ فلما يطلع يضل قلبي هيك مضطربة خايفة، قل له يا أمي دير بالك على حالك الله يخليك، يقول لي ماما في أحلى من الشهادة، يا ريت نكون شهيد. جعفر استشهد بسجن حلب المركزي، كان له تقريب سنة منقول عليه من الكلية للسجن. فلما استشهد جعفر أنا حسيت إنه الدنيا كلها راحت مني، أنا اللي متت، حسيت إني أنا اللي متت. بعدين لما شفت أولادي وإخواني ترك لي اثنين، ترك لي ولدين صبي وبنت، الصبي كان عمره 4 سنين والبنت عمرها 2.5. حسيت إنه عطاني رسالة أكبر لازم أحققها، فوجود الولدين خفف علي كتير من فقدان جعفر. لكل أم شهيد عن جد ألق بتجرد عن الأم، الشهادة فخر، كلنا أموات، كلنا بدنا نموت بطريقة أو بأخرى، بس الشهادة معناتها اختيار. الله لما بيختار هالشخص بهالعمر وبياخده لعنده معناته هو
اختار ريحاني من ريحانات الجنه. فالشهاده طريق الشهاده طريق عظيم عن جد. واذا بيعيش هو بيطلب الشهاده، لانه هو قال لي ايوه اذا استشهدت يعني. وقع يوم عيد الام مختلف بالنسبه للكثيرين، فرحهم باجتماع العائله مع ست الحبايب، ألم فقد موجع أو ذكرى جميلة لصوت دعائها الذي يداوي القلب ولو بعد السنين، لكنه يبقى العيد الأقرب إلى القلب. الأم السورية أم عظيمة، ما في أم في الكون قدمت قد الأم السورية، يعني أكثر من أنه عم تقدم جزء من جسده، ويمكن أجزاء، يمكن عندها ثلاثة وأربعة وستة شهداء وساتها واقفة على إجريها وعيشة وما أحلاها وبتحكي وبتساعد، يعني وحلو. الأم السورية ما في أحلى منها. بمناسبة عيد الأم بدي بحب عايد كل أمهات سوريا وبالأخص أمهات أطفال متلازمة الداون، لأني كمان بيحكم عيد متلازمة الداون 21 آذار، يعني يوم عيد الأم العالمي. أنا صار لي 40 سنة بسوريا، ما حسيت باليتم وبالغربة وبالفقر وبالبرد فقدت ماما. الله يخلي كل الأمهات، ما يحرم حدا أمه، كل أم هي عطاء. بوجه تحية لكل أم سورية ضحت بابنها عنا بولادها بصحتها لحتى نصير نحن نضل ماشيين بهالوقت الصعب اللي نحن فيه. وكمان لازم يعني نحن نشتغل ونجاهد ونكافح منشان نقدم رسالة ونكفيها لأولادنا. كل عام وانتي بخير يا أحلى ماما بالعالم، ومن خلالك بعين كل أم، والله يخلي كل أم بالعالم لأنه ما في أحلى من الأم. خطت أمهات سوريا قصص نجاحهن بإرادة وصبر، تسلحنا بالأمل في غمرة الألم، وكتبنا في سفر الحياة حكايات مفادها أن مهد الحضارة أرض البدايات التي وهبت للبشرية بسخاء لا تبور، وأبناؤها أوفياء للتراب والرسالة إلى أبد الآبدين.